السلام عليكم. يعتبر تحقيق الأرقام القياسية أمراً مذهلاً، فيمكننا مشاهدة أشخاص خارقة تقوم بعمل عدة تجارب قاسية من أجل تحقيق هذه الألقاب. وبالرغم من كل هذا، إلا أن هناك أشخاصاً بالتأكيد لن تقدر على تجاوزها، وفي هذا المقطع سنكتشف أغرب 7 أرقام قياسية عالمية لا أحد يستطيع تجاوزها. ولكن قبل البدء، قم بالضغط على زر لايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. سابعاً، أطول وقت في ممر المستشفى. توني كلونيس، صاحب أطول وقت في ساحة المستشفى، استطاع تحقيق هذا الرقم القياسي بعدما وصل إلى إحدى مستشفيات إنجلترا واضطر على الانتظار لمدة 77 ساعة و30 دقيقة من أجل توفير سريرا له. ولكن كما نقول، رب ضارة نافعة، استطاع دخول موسوعة جينيس لتحطيم هذا الرقم العالمي. سادسا، إزالة أكبر الأشياء من رأس بشرية. في عام 1998، طعن مايكل هيل في رأسه بواسطة سكين بطول 20 سنتيمتر، ولحسن الحظ تم استخراج هذه السكين من الرأس، واستطاع النجاة من تلك الحادثة التي حدثت أثناء زيارة لأخته. عندما فتح مايكل الباب، تفاجأ بإحدى الجيران يطعنه بسكين، وفقد ذاكرته إثر هذه الطعنة. خامساً، أكبر تحطيم للعظام في التاريخ. تعرض رائد عارض القفازات العالية باستخدام الدراجات النارية إيبل نيبل لأكثر من 433 كسر طوال حياته، وأغلبها كانت بسبب محاولات فاشلة أثناء عروضه، وتعرض لكسر في 35 عظمة مختلفة في أنحاء جسمه. رابعاً، فشل في امتحان القيادة. لقبت تلك السيدة العجوز بالجدة شاذا أوسول، واشتهرت في أنحاء كوريا الجنوبية بعدما اجتازت امتحان القيادة بعدة محاولات فاشلة، وصلت إلى 959 محاولة طوال حياتها، مما منحها هذا الرقم القياسي العالمي. ثالثاً، النجاة من الصواعق. استطاع روي سولبان، الحارس السابق لإحدى الحدائق الوطنية في ولاية فيرجينيا، تحقيق هذا الرقم العالمي، واشتهر بكونه الرجل مانع الصواعق، حيث تعرض خلال حياته لأكثر من 7 مرات، واستطاع النجاة منها بإرادة الله سبحانه وتعالى. ثانياً، أكبر تركيز للكحول في الدم. استطاع إحدى السائقين البولنديين تحطيم الرقم القياسي جراء حادثة على إحدى الطرق، وتم نقله إلى المستشفى، وهناك اكتشف الأطباء أن هذا السائق وصلت نسبة الكحول في جسمه إلى أكثر من 1480%، وكما نعلم أن الحد الأدنى لهذه النسبة يكون 3%، ولهذا تعد تلك النسبة الأكبر في تاريخ البشرية. أولاً، مشابك الملابس في الوجه. استطاع كيفن تاغول الذي يعيش في إنجلترا من تحقيق رقم قياسي جديد لوضع أكثر من 116 مشبكاً على وجهه في إحدى البرامج التلفزيونية، وبهذا استطاع تحطيم الرقم القياسي القديم وكان 88 مشبكاً. إن أعجبك هذا الفيديو، قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.